أهلاً بكم. لو أنا اقترحت عليكم مين هو البرانش في طب الأسنان اللي مش واخد حقه، التعبير المشهور دلوقتي اللي هو أندر ريتد، اللي مش واخد مساحته من الألم. وخلي بالكم، اوعوا كلامنا في برانش معين من برانشات طب الأسنان زي التجميل أو زي الزراعة يدوكم انطباع أن طب الأسنان هو تجميل وزراعة وبس. الحكايه دي انا بخاف منها جدا، بخاف منها مش بس في الاسنان، في اي فرع من فروع الطب. لما نيجي نتكلم في اي فرع من فروع الطب في موضوع معين في وقت معين، ما يدخلش في دماغ المشاهدين ان هو ده البرانش الافضل والاهم. التجميل هو لا، ولا انه برضو التقويم هو الافضل، لا، ما فيش حاجه اسمها الافضل. في حاجه اسمها الافضل بالنسبه لك انت، يناسبك ايه؟ يناسبك تقويم ولا تجميل ولا زراعة ولا إيه بالظبط؟ التحديد ده مسؤولية الدكتور. لكن أنا بخاف من فكرة إنه نعمل تجميل، التقويم ده بياخد وقت، لا نعمل تقويم، ده تجميل وحش قوي يا دكتورة، في أو يا دكتور في برد وفي مشاكل. لا يا دكتورة أو يا دكتور اعمل لنا زراعة على طول، بلاش بريدجز، لا بلاش الزراعة، الزراعة بتفشل، خلينا في البريدجز. بلاش الأفكار الغير علمية المعلبة اللي بتطلع أكيد من حد ما فهمش رسالتنا، ما فهمش إحنا بنقول إيه. النهاردة هنثبت الكلام دوت بالتفصيل وبشكل واعي جدا وعلمي مع ضيفتي العزيزة صاحبة الكاريزما والحضور الراقي جدا في عالم طب الأسنان، اللي بتشرح لنا شرح جميل خالص وحكايات أكثر من ممتعة. ضيفتي العزيزة الأستاذ الدكتورة إسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية الطب، وصاحبة ماجستير جراحات الفم والأسنان من كلية الطب جامعة القاهرة قصر عيني، ماجستير جراحات الفم والأسنان، وصاحبة الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان من جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لزراعة الأسنان. أهلا بيك. أهلا وسهلا دكتورة أيمن، منوراني. ربنا يخليك. ده قبل ما ندخل في الكلام الحلو النهاردة، هل بتلاحظي إن الناس عندهم مضاد؟ يعني يسمعوا حوار في فترة من الفترات على التجميل فيبقى كله متجه للتجميل أو كله متجه للتقويم أو كل، يعني في زي ما يكون إيرة بتحصل، ولا أنا بتهيألي؟ هو فعلا الناس بتلاقيها كلها بتبقى ماشية زي موضة، على حسب برضو الميديا وعلى حسب التلفزيون بيقدم إيه، بتلاقي الاسترس كله بينزل على التجميل وعلى الزراعة. هو على فكرة فروع طب الأسنان كتير، بس الناس مثلا ما بتفكرش في الحشو. يعني عمرك ما تيجي يقول لك واحد اعمل لي حشوه كات كام، يقول لك اقفل لي ديت وخلاص. الناس كلها تهتم، يقول لك طب مثلا الطربوش، لا الطربوش اعمله لي كات كام، الزراعه اعمل لي الزرعه الكذا اللي هو عرف او سمع ان ديت احسن نوع. الناس دايما بتهتم جدا جدا بالتجميل والزراعه علشان الميديا بتقدم الاهتمام الاكبر، لكن مثلا ما حدش قدم الاهتمام بالحشوات، ما حدش قدم الاهتمام باللثه وامراضها، محدش قدم طب الاطفال خالص، تلاقي الناس كلها مش ما تديهوش الحجم بتاعه خالص. في فروع فعلا في طب الاسنان التقويم، التقويم من الفروع اللي بيبقى اللايت عليها قليل جدا جدا علشان بتاخد وقت، عشان دايما الناس عايزه احسن حاجه في اسرع وقت، ويا ريت تخلص كل حاجه في 3 دقائق، يعني ما تزودش عن 3 دقائق. فالتقويم بياخد وقت، فدايما تيجي يقول لك المريض ايه، انا عايز اعدل سناني بس مش عايز اعمل تقويم. ليه؟ عشان ما ياخدش وقت، في حين ان هو هتلاقيه ان هو قاعد في مصر عادي وان هو بيروح مشاوير عادي، بس هو الناس ما بتحبش الزامها بمشوار معين كل فتره. فطب ليه، طب احنا ورانا ايه، ما نعمل دايما الاحسن، ليه نهرب ونعمل مثلا ودايما الناس تقول لك ايه بديل التقويم؟ طب هو ماله التقويم؟ يعني هو التقويم زعلكم في ايه؟ التقويم دوت حاجه كويسه جدا، هتعدل السنان، مش هتكون مركب، الحاجه هتبقى ناتشرال جدا، الابتسامه طبيعيه جدا. بعد ما نعمل التقويم بقى لو لقينا مشكله في اللثه نحلها، لو لقينا مشكله شويه حشوات نزق نعملهم، ندي بقى بعد كده الشكل الجميل. لكن التقويم في حد ذاته من البرانشز المهضور حقها ومحدش بيجري عليها، رغم انها والله نتائجها حلوه قوي. نتائجها حلوه جدا، بس انا هلفت نظرك لحاجه. في السينما كل البنات اللي في مسلسلات بتاعت الاجلي بيوتيفول وومن او البنت اللي مش جميله ومش واخده حقها، دايما يحطوا التقويم جزء كده من شكل الكاركتر بتاعها. لو شفتي اجلي بيوتيفول وومن، لو شفتي الثلاثه يشتغلونها بتاعت ياسمين عبد العزيز، هتلاقي كلهم عاملين تقويم. ايوه، او محتاجين تقويم.
لا هم عاملين حاطين بريسز بتاعت تكوين في في الافلام دي كلها. بس برضو دراكولا تيت من الحاجات اللي موجوده في الكتب. الناس اللي عندهم الانياب طالعه لبره او نازله من مكانها زياده عن الطبيعي دي بتبقى من الحاجات المخيفه في افلام الرعب والحاجات طبعا دي. هو اللعب في الاسنان جزء من تيمات صناعه شكل مرعب او غير صح. جيد لازم العب في اسناني او غبي. يعني لو شفتي غبي منه فيه او الاغبياء الثلاثه 3 ايديوت ده بيعملوا ايه؟ بيغلوا خلوا السنان شكلها غير طبيعي. صح. ودايما لما تدي شكل مخيف يبقى السنان ديت مش في مكانها ومش مش مرصوصه مظبوط، ومثلا البطله تحط روج احمر قوي منظر مرعب او اسود مثلا رعب رعب يعني. وهو السنان فعلا بتدي امبريشن للاي كيو بتاع الانسان او مستوى ذكائه او استيعابه. تخيل بقى. بالظبط بالظبط دي حقيقه. ظلم والله. ما هو لا لما تكون فعلا يعني انا فاكر لسه شايف مشهد لممثل جميل فهو مطلعينه في صوره شرير واللي هو بقى ايه بيبتز البنات بصور على الموبايلات مشهد كوميدي فهم عاملين سنه عاملينها باللون الاسود عشان تبان سنه متشاله فيبقى كده هو شرير مش عاملين حاجه تانية في المكياج خالص هو مطيرين سنه باللون الاسود عشان تبقى عشان تبان سنه مش موجوده فيبقى كده هو ايه وبيتكلم بقى باللهجه لا يا جماعه انا مش طب هقول لك على حاجه عارف برضو لو حد عنده عضه مفتوحه يعني السنان من قدام مش لامسه بعضها مش طايله بعضها فغصب عنه لما بيجي يتكلم بيلاقي ان اللعاب بيطلع من بقه تديك احساس ان هو حد اي كيو بتاعه قليل وطيب يعني دايما السنان اللي مفقوده يبقى دوت شرير، السنان لما تبقى العضه مفتوحه واللعاب بيطلع هو بيتكلم يبقى دوت حد طيب، لا هو على فكره ولا كده ولا كده ولا هو محتاج يتعالج بس. وبعد ما يتعالج خلاص، امتى نلجا للتقويم؟ لما يكون طب امتى دي بقى؟ دي بقى دي نحط عليها فوكس قوي جدا. التقويم ممكن نعمله في اي سن، بس مش في كل سن هينفع نجيب النتيجه المرضيه للمريض. مبدئيا لما يكون الام والاب عندهم مشاكل في اسنانهم وعملوا تقويم او عارفين ان اسنانهم فيها مشكله لازم لما يخلفوا على سن 6 سنين بالكتير يودوا الطفل للدكتور يقول لهم تمام مش هنعمل تقويم والدنيا حلوه او يقول لهم لا احنا احتمال كبير نعمل تقويم عدي عليا بعد سنه او ممكن يبدا على حسب هو السنان طالعه شكلها ايه واتجاهاتها ايه. في بعض الحالات وبالذات العضة المعكوسة دي بتتلحق على من 6 لـ 8 سنين بعد كده بتبقى صعبة. يعني كان لسه جالي مريض امبارح حاجة و30 سنة مستحيل تقولي ان انا هقدر اجيب النتيجة اللي كان ممكن اجيبها هو عنده 8 سنين مش هجيب نفس النتيجة. نعمل تقويم وكل حاجة بس مش هجيب نفس النتيجة. فالسن المناسب للتقويم او امتى نعمل تقويم نبدأ من سن من 6 لـ 8 نودي الطفل للدكتور. دي افضل نتائج. مش كل حد يقول طب لما اشوف سنان ابني هيبقى وضعها ايه طب لما يحصل مشكله ابقى اوديه. للاسف في ناس ما بتبقاش مدركه ان فعلا المشكله حصلت. امتى يتنبه؟ لما زمايل الطفل في المدرسه يعلقوا على نطقه او يعلقوا على شكله. للاسف بتبقى خلاص الحاله ستلد، الحاله خلاص بقت حاله عنيفه يعني الجريد بتاعها بقى كبير. بس لو لحقناها قبل كده هتتلحق بدري بدري ده احسن حاجه. انواع تقويم ايه وهل انواع افضليه يعني في نوع افضل من نوع او احدث منه ولا الانواع انواع؟ لا مفيش كل حاله وليها نوعها يعني كل حاله وليها الطريقه. يعني يجي مثلا حد يقول لي اعملي لي تقويم شفاف ما ينفعش. أيوة يعني هو ده سؤالي. احنا ما ينفعش تقولي اعملي التقويم كذا ولا اعملي التقويم علشان اجيب نتيجه ايه. ممكن اجيب نتيجه ديت بطريقه تانية خالص. التقويم الناس بتبقى مركزه على التقويم المتحرك. ليه؟ علشان يبقى حر يعرف يقلعه ويلبسه ويبقى حر. بس مش في كل الحالات ينفع. يعني انا مثلا على الصفحه بتاعتي بتاعت الفيسبوك ناس كتير قوي يقول لي ايه ده شكل بقي حلهولي بالتقويم بس جهاز متحرك عشان ما حدش يعرف اني مركب جهاز. مش ما ينفعش ما ينفعش المريض هو اللي يقول انا هعمل ايه لان انت بتطالبني من نتيجه. في بعض الحالات احنا ممكن نجيب بيها نتيجه حلوه جدا والمريض ما يدخلش عمليه جراحيه بس بركب جهاز اكسترا اورال. يعني بيبقى زي دقن كده بلاستيك وحديده وبنركب ورا فالناس تبقى مستكتره الشكل مرعب الشكل وحش الشكل. يا جماعه الجهاز ده ما بياخدش كام شهر وقصته بتنتهي
وابنك مش هيدخل يعمل عملية ان احنا نقص الفك ونحركه ونرجعه لورا ونفك اللي فوق من الجمجمة ونبدأ قصة علاجية ناجحة وكل حاجة. بس انت ممكن تخلي ابنك ما يوصلش المرحلة دي لو استحملنا كام اسبوع ولا كام شهر ما تتعداش 6 شهور في اعمق الحالات، بس هنركب جهاز اكسترا اورال يعني هنركبه من بره. فهي القصة والله ما هي اختيار، يعني ما ينفعش ان انت تروح تقول للدكتور اصل الدواء ده طعمه فراولة فدهوني، التاني طعمه نعناع بيحرقني بلاش، مفيش حاجة اسمها كده. لازم الحالة بتاخد الجهاز المناسب ليها اللي انا اضمن لك انه يجيب نتيجة. نتائج التقويم بتظهر امتى بقى؟ لا على طول على طول على طول. لو الحالة دي متشخصة صح واحنا شغالين بأجهزة صح، يعني الحمد لله الحمد لله العيانين بيجولي زيارتين ثلاثة بيكون شاف ان النتيجة ابتدت. لكن طول ما احنا في مشكلة عندنا اما في التشخيص اما في الحالة نفسها او في التزام المريض او لا، النتيجة بتطول اكتر من كده. التنظيف بتاع السنان، تنظيف التقويم، تنظيف الحتة اللي فيها التقويم دي، لان في ناس على فكرة بتيجي وقت التقويم ده ما تهتمش بنظافة سنانها خالص. ده دي مشكلة كبيرة. بيعملوا ايه؟ بيقول لك ان لا انا كده لابس جهاز والجهاز وراه سلك، فهيضطر ان هو يركز ويحط الفرشه ويقف وينظف كده وينظف كده، فيعمل ايه؟ يكسل ما يعملش حاجه خالص، يبقى المنظر وحش قوي. يعني تخيل تقويم وسلك ومتراكب عليه اكل، منظر مش جميل، بلس ريحه الفم بتتغير. فاحنا بندخل نفسنا في قصه فعلا احنا في غنى عنها. القصه ايه؟ ان اللي عامل تقويم يصبر وحد من اهله يكون معاه دايما ويشجعه، ولما يروح لدكتور الاسنان في اليوم بتاع زياره الطبيب بعد ما يشيل السلك يقول له بس اديني دقيقه ادخل التواليت انظف كويس ويغسل بقى براحته، وايه يعني بيبقى مش بيستعجل. غير كده في فرش بتتباع في الصيدليات اسمها فرش تقويم او تركيبات. الفرش ديت بتبقى الراس بتاعتها رفيعه قوي قوي قوي، بتبقى زي سلكه وطالع فيها كده زي ريش او شعر او اللي هو الشعر بتاع الفرشه، بيقدر يعديه من تحت البلاطه، صغير جدا زي سلكه يعني رفيعه جدا، يقدر يعديه من بره يقف على كل بلاطه ينظفها، دي بتنظف حلو قوي. لو ديت فيها مشكله ممكن نجيب جهاز معين بيتباع في الصيدليات برضو للتنظيف بتاع التقويم او التركيبات، هو معروف الجهاز ده. ده مش موجود ننزل بطريقه تانية اسهل برضو من كل دوت، ان احنا بنجيب سرنجه من الصيدليه مثلا 10 سنتي 20 سنتي، سرنجه كبيره قوي اللي شكلها يخوف دي، وبنملاها يا اما ميه بملح يا اما بنملاها ميه وبنحط عليها مطهر طعمه كويس، وبنعدي بقى ما بين كل السنان ندي ميه 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 بندفع، طبعا بنشيل السن عشان نبقى متصورين احنا بنشيل السن، وبنفضل كده 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 ننظف ننظف ننظف، تدي شكل كويس وريحه فم كويسه، ونحافظ على اسناننا الفتره بتاعه التقويم عشان ما نجيش بعد كده نلاقي ان احنا شلنا التقويم ورصينا الاسنان بس الاسنان كلها مسوسه. في ناس طريقه اكلها تاكل خيار تضرب تفاح، مفيش مانع على الكمثرى، عيش ناشف، بحبوا عيش ناشف قوي. في ناس كده، ناس مقرمشه غير المقرمشات، هم بيحبوا الاكلات اللي فيها قرمشه. دول معاهم بيحبوا بقى القرمشه في اللي قاعدين دلوقتي، كل ناس كتير. انا وانت. انا بحب المقرمشه وانا بحب اي حاجه بتقرمش. انا لما اجي اكل عيش بسخنه لدرجه ان هو لا انا بحب العيش طري، لا انا احب اعيش طري بس احب البطاطس المقرمشه. هو تيجي تمسك الرغيف بتاعته هيشكك من كتر ما هو ناشف. بحب العيش الناشف قوي. الناس بقى دي تعمل ايه؟ ما تاكلش دوت اثناء التقويم. بلاش. عشان بس ايه نقفل الكلام. بلاش خيار الكلام بلاش دوت للناس. لا 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 بص، الخيار الحاجات العاديه دي ما فيهاش مشكله، بس بلاش القطم الحاجات الاجريسيف يعني مثلا جزر عايز تقطمه على اسنانك الاماميه لا ريسكي. حتى في الاسنان الطبيعيه ريسكي. الناس اللي بتجيب مثلا التفاح الاخضر الناشف والكلام دوت وتعمل كده، دي حاجات حتى في الاسنان الطبيعيه هتلاقيها مش ظريفه يعني. في الاسنان الطبيعيه هتلاقي القشره بتاعت التفاح الاخضر بتدخل ما بين اللثه، ممكن تعور اللثه وتنزل دم. يا جماعه هو الطبيعي الطبيعي ان الناس ما بتاكلش الفاكهه كده، الناس بتقطعها وتاكلها كده. دي على فكره مش عشان عاملين تقويم بس، لا ده دي المفروض ان دي تكون الاثكس الطبيعيه بتاعت الاكل، مش علشان عاملين تقويم. فعاملين تقويم هنبعد عن فتح ازازه حاجه ساقعه باسناننا، هنبعد عن اللبان التقيل قوي، المقرمشات الصينيه اللي هي المقرمشات الصينيه اللي هي بتبقى ناشفه قوي،
المكسرات بناكلها جاهزه متقشره، مش لازم احنا نختبر الفستق واحنا نشوفه معمول متحمص كويس ولا لا، الكلام ده كله نبعد عنه. ليه؟ لان هو هيخسرنا، يا اما بلاطه هتقع يا اما تيوب هتقع، ملوش لازمه، وده بيطول معانا في الوقت. بيني وبينك الفستق بالذات انا ممكن اضع فندق. لا ممكن تعمله كده، ما انا بحاول، او تجيب اللي اسمها كساره باينه او اسمها مش في وقت ساعت. لا 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 مش هتمشي بقى مكسره يا دكتور ايمن، طلع كسرت الفندق. لا بيبقى الفستق في وسط شله، فانا عبال ما اروح اجيب الكساره يكونوا خلصوا. طب اشتري الفستق ايه ديت وخد اللي جنبها يا دكتور ايمن، ممكن ياكلوه بالعلبه اللي فيها. لكن الستات والرجاله يتفقوا في التقويم ولا يعني في فرق في الجندر في الاستجابه؟ لا 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 ما فيش اي حاجه، كله زي بعضه، بس كل ما كبر السن كل ما الاستجابة بقت أضعف. كل ما صغر السن كل ما الاستجابة بقت أقوى. يعني إحنا لو عملنا تقويم في الحالات العادية من سن 12-13 سنة النتيجة بتبقى حلوة جدا. العادية، عشان في قلنا حاجات بنبدأ من 6 سنين، في بعض الحالات ممكن نبدأها وهو عنده 30 سنة مفيش مشكلة، بس الاستجابة تبقى أبطأ شوية. لو بعد الشر حد عنده مشكلة في الأربطة أو سكر بتبقى الموضوع برضو أطول شوية، الاستجابة بتيجي متأخر شوية. بنعمل التقويم قبل الزراعة؟ أو الزراعة بعد التقويم؟ أو الاثنين بيبقوا شركة في اللعب؟ هقول لك المعلومة اللي بعد 30 سنة. 30 سنة. 30 سنة. قاعدة بدرس في السؤال مين؟ البيضة ولا الفرخة؟ أنا هقول لك البيضة ولا الفرخة. تقويم ولا الزراعة؟ مبدئياً الكي بتاع السؤال ده إن إحنا نرجع كل حاجة لشكلها الطبيعي. يعني هوريك حالة دلوقتي كل حاجة ترجع لشكلها. في ناس بيبقى عندهم عيب خلقي إن في سنة مثلاً القاطع الجانبي مش موجود زي القمر دي. الشكل بيبقى مش جميل لو القاطع ده مش موجود، الشكل بيبقى مش جميل. ليه مش جميل؟ لان احنا بعدنا عن النيتشر. مش الطبيعي ان ربنا يخلق السنة الامامية جنبها ناب، مش منطقي انك تبص في وشي تلاقي عندي نابين نازلين من هنا، مش منطقي. ان النياب لازم تيجي في زاوية الفم. فهنعمل ايه؟ ثاني انا مش عايزة بس نمشي بسرعة، عايزين نجيب المنظر الاول. المنظر ان احنا الأول عندنا هنا جدرين مكان السنتين دول، دي سنان اتكسرت، شايف الجذور موجودة؟ ما هو المكان الفاضي ده في جذور هتلاقيها مخدرة كده. أول حاجة خالص عملنا تقويم، فتحنا المسافة كويس، بخليناها إيكوال، خلينا يمين قد شمال. بعد كده خلعنا السنان دي. هتسألني طب ما خلعناهاش من الأول ليه؟ عشان تحفظ المكان بتاعنا، مش عايزين المكان يجري مننا او يحصل اي كولابس في اي مكان. سيبناهم زي ما هم، عملنا تقويم، فتحنا المسافات، ظبطنا يمين قد شمال، عشان هي دي اللعبه اللي بيقع فيها دكاتره التقويم اللي هم لسه بادئين الموضوع، انه يلاقي ان يمين مش قد، بيبقى محتار يظبط خط النص ولا يظبط علاقه الانياب ولا يظبط الفراغات، بيتوه في القصه دي. عشان كده احنا لو سيبنا دولت في مكاننا في مكانهم هنقدر نحكم الموضوع بشكل مور كنترولبل. ماشي، خلعنا السنان، هوري حضرتك بقى شكل الخلع. خلعنا احنا السنان بتاعتنا، يوم الخلع مش يوم تاني، علشان دي معلومه برضو بتتوه من الناس. يقول لك بعد ما الواحد يخلع ويهدى ويريح اللسه يزرع، لا دي معلومه خاطئه. انا احسن نتيجه بتجيبها لما الفريش بلاد اللي هو الجلطه المبدئيه اللي هو الـ الدم اللي موجود في المكان، بنحط الزرعه في نفس الدقيقه. تتحط فين؟ بتتحط في النص بالظبط، او بتتحط في لو احنا عايزين نظبط الاتجاهات والاحجام ممكن ناخد الزرعه ربع ملي يمين ربع ملي شمال، بتتظبط. هنا احنا حاطينها في النص بالظبط، تمام؟ وبنعمل بنطلع المريضه بسنه مؤقته علشان خاطر ما تبقاش ماشيه بشكل وحش. هنقابل مشكله ان احنا عندنا المكان نفسه من اللون بتاع التركيبه مش هيدينا لون السنان الطبيعيه 100%. ليه؟ لان الجزء اللي بيتربط بالزرعه بيبقى لونه رمادي او لونه فضي. فانت لو لابس حاجه لونها اسود وحطيت عليها تيشيرت ابيض، عمر الابيض ما هيديك شكل ابيض، هيديك شكل ايه؟ هيديك رمادي فاتح. يبقى انا كده بدل ما هي ماشيه بمكان فاضي بقت ماشيه بمكان لونه رمادي. ده الاديشن. لا طبعا ده اكيد مش جميل. فده التكنيك اللي انا بفضل ان انا استخدمه في المركز عندي، طبعا بايد الدكاتره اللي ما شاء الله عليهم، احسبهم انهم احسن ناس في مصر ان شاء الله. هنقوم حاطين خلفيه زي اللي وريتها لحضرتك اللي فيها الفتحه دي خلفيه زي ستاره،
وبعد كده بنحط الاسنان. الاسنان دي لو تلاحظ لونها مختلف عن الاسنان اللي في المقدمه، لونها مختلف تماما. بس انا بعمل ايه؟ انا بركب السنان اللي لسه هلمعها على الستاره ديت. لما بكتر الطبقات عمرها ما هتشوف اللون الرمادي. هي هنا قبل التلميع. ليه بقى قبل التلميع؟ علشان التلميع ده لوحده فن. ده اللي بيفصل ان انت بتبقى صاحب المعمل اللي عندك في المكان ولا بتودي لمعمل خارجي. لما بتودي المعمل الخارجي هو عنده شيت جايد، يعني اديني اللون ايه 3.5، ما تنفعش تقول له ايه 3.25، ما ينفعش تقول له ايه 3.2، ما ينفعش. هو انت عندك كلر هيديك الكلر اللي موجود في الكتاب، ما ينفعش يغير. في السنان الاماميه الناس مش ستاندرد، ما ينفعش اقول لك انت رقمك 2، انت رقم 3، ما ينفعش. انت ممكن تبقى 2.2 2.3 علشان اطلع الاكيرسي بتاعه اللون. فاعمل ايه؟ انا بعمل اللون في بق المريضه عشان اضمن ان الموضوع يطلع 100% طبيعي. ودي الفنيات دي اللي بتفرق. ممكن واحد يروح ويعمل الشغل ده ما يطلعش اللون حلو. لما بنطلعه انت هتحس كده ان السنان دي ميتها ماشيه مع بعضها 100%. هنحط بقى احنا الجليز او الملمع، وبنحط الستين اللي هو بيظبط اللون عشان اطلع اللون ده 100%. لو وريتك بقى المريضه ديت وهي من بتبتسم هتلاقي المنظر طبيعي جدا. وطبعا الجميل هنا ان احنا ملاحظين او مراعين الدفوهات الموجوده في عندها شفه الشمال من ناحيه الشمال اوطى سن. ايوه، فاحنا برضو مدينا الشكل، يعني ايه اللي هو مش عشان ما ينفعش ان احنا نلعب في اطوال الاسنان من ناحيه الشمال. صح. لا، فلازم يعني الشفه دي محتاجه بقى تتظبط بطريقه ثانيه، اذا كان فيلر في المستقبل او هي نفسها ربما يعني تحتاج شويه اكسرسايز عشان تقوي العضلات بتاعه الناحيه الشمال. مظبوط. سؤالي بقى، وده سؤال مهم قوي، عن الاشعه. ليه بقى سؤالي على الاشعه؟ لان اكتشفته ان الناس، في ناس كتير عندها مشكله في موضوع الانفستيجيشن، تطلب منها فحوصات. الناس بيحصل لها يعني حاله كده من اما الكسل فما تعملش الفحص، او تهرب منه بشكل او باخر، او تتناقش فيه. يعني تقول لك انا هعمل اشعه ليه؟ انت جاي تعمل انا هعمل تقويم، انا مش هعمل زراعه، انا اصلا اتفرجت. ما برضه في ناس بتجتزئ الكلام، انا اتفرجت وعرفت ان لازم قبل الزراعه اشعه مقطعيه، لكن قبل التقويم اشعه مقطعيه ليه؟ ده مش في برانش طب الاسنان بس، ده في كل البرانشات. لسه النهارده حد مريض بيكلمني بيقول لي طلب منه اشعه في الجهاز الهضمي، حاجه معينه في الجهاز الهضمي رنين. فالراجل عشان ما يعملش اشعه راح غير الدكتور. يعني هو بيكلمني يقول لي انا طلب مني رنين، فانا مش عارف مش مقتنع قوي، فروحت لواحد تاني ما طلبش مني رنين. قلت له لا، اللي طلب منك رنين ده صح. مشكله دي، مشكله موجوده في الناس المتعلمين اللي هم معاهم فيسبوك ويوتيوب والكلام ده. لما حد بيسمع هو غصب عنه ودنه بتلقط الكلمة اللي هو عايز يسمعها. يعني لما يكون عندك مشكلة كذا تعمل أشعات كذا في على اليوتيوب، هو ما كملش الجملة إلا لو كنت بتشتكي من كذا، هو ما سمعش بقى الباقي، فيقوم هو مشكك في الدكتور. لا، الكلام ده أنا معترض عليه تماما. المفروض بتروح للدكتور whatever هو طلب منك ايه بتنفذه، طالما انت رايح للدكتور دوت وهو على ثقه. انت اكيد مش ماشي لقيت يافطه دخلت، اكيد انت سالت وعرفت الشخص ده شغله شكله ايه ونتائجه شكلها ايه. وانس انه طلب منك حاجه انت لازم تنفذها. بس اللي انا بلاقيها حديثا بالذات في الشعب المصري ان كل واحد عايز يشغل دماغه على الدكتور. اقنعيني. اقنعك بايه؟ ما هو ده كلام مش منطقي. انا سمعتها والله فعلا قريب قوي، اقنعيني. كان في 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 حاجه لازم الناس تعرفها، الطب مش منطق، الطب علم. بالظبط. مش منطقيات، مش مثلا فلسفيه اللي هو ايه فلسفه انه كذا. اقنعيني دي كلمه ملهاش علاقه بالطب. بالظبط. يعني الطب فاكتس، حقائق، لوجيكس، مش فلسفيات ولا ديبيتس معينه. لا، اشعه مقطعيه تتعمل في التقويم، الكتاب بيقول كده. او على فكره دوت الصح. يعني انا ممكن اوريك حاجات هتتفاجئ ان الناس دي يعني اتخضت من اللي هي شافته. المنطق بتاع الناس اللي بتقول لك انا بنتي او اختي عملت تقويم قعدت سنتين شغاله ما طلبش منها الدكتور حاجه، يعني ايه؟ يعني ايه؟ ما
هو حضرتك ما فيش حاجه اسمها كده، عارف اللي عدى الشارع يقول لك انا عديت الشارع عربيه ما خبطتنيش، ده موضوع ظريف وسهل. لا ما حضرتك بالظبط كده. طب ما حضرتك ممكن برضه تعدي الشارع يحصل مشكله، انت ماشي في طريق غير امن، ما فيش حاجه اسمها كده. من ضمن المشاكل بتاعه الاشعه اللي الناس بترفضها مثلا كلها سواء في التقويم او مش في التقويم، العيانه ديت جايه تعمل تقويم، بص حضرتك ناحيه اليمين تحت عندنا ضرس عامل مشكله، هي جايه تظبط الزوايا بتاعه الاسنان اللي الضرس دوت موجود تحت فاتح الجذور بتاعتها، وعندها اكتر من خراج في الاسنان الاماميه، وعندنا اكتر من مشكله، هي كل تفكيرها فين؟ كل تفكيرها انها الضروس المايله تتعدل، وهنا الناس تقول لها هنا في ضرس غير هنا، الشكل هنا غير عدد الاسنان هنا غير عدد الاسنان هنا، دوت كلام. طيب ما هو حضرتك لما حد راح وعد الاسنان ليه ما فكرتيش ان في حاجه غلط؟ يعني ليه ما فكرتيش ان في مشكله ممكن تبقى جايه من جوه؟ لا هي ولا الدكتور فكروا في الموضوع ده. لما جينا نعمل، لا هو حضرتك احنا مش بتوع تقويم، احنا عندنا اكتر من مشكله، عندنا اكتر من خراج في الاسنان الاماميه، عندنا تركيبه، عندنا خراج فوق شمال، عندنا تحت شمال ضرس مدفون، البلان بتاعتنا دي هتتغير خالص. يبقى حضرتك بدل ما انت رايح تقول للدكتور اعمل لي تقويم او اعمل لي تجميل، انت اتخذت في سكه ثانيه خالص. ليه؟ لان الناس بتعترض على مبدا الاشعه. فمبدأ الأشعة في حد ذاته مبدأ في منتهى الأهمية. هنا المريض دوت جاي علشان يزرع، طبعا واضح أن أسنانه حالتها مش أحسن حاجة خالص وفيها انحسار عظمي شديد. على فكرة اللي بعرضها دي مش مقطعيات، لأن أنا لو عرضت مقطعية عامة الشعب مش هتبقى عارفة، مش فاهمة أنا بتكلم في إيه أصلا، لأن المقطعية دي يعني قعدت سنين عشان واحد يعرف يقرأ مقطعية، المقطعية مش حاجة سهل عرضها على التلفزيون. هتلاقي في النص ناحية الشمال تحت في عندنا كيس، الكيس ده يعمل لنا مشكلة في الزراعة، مش هيعمل مشكلة يعطلها، لا هنزرع برضو، بس هنضطر ان احنا نشيل الكيس وننظف مكانه ونحط مكانه عظمة علشان نتأكد ان المكان دوت بقى انتكت ونظيف، ما بقاش مصدر للعدوى. فاحنا كده دخلنا في ان احنا فعلا هنزرع، بس احنا اتخذنا كده في حتة لازم هتعمل لنا عطلة شوية. برضو هنا المريض دوت جاي يعمل تقويم، بص حضرتك الناب اللي في اليمين فوق فين؟ ده قصة تانية خالص، دوت نايم بالعرض وليه قصة تانية. هو حضرتك نعمل تقويم علشان ننزل الناب ولا نعمل تقويم علشان نقفل الفراغات؟ عارف المريض يقول لك ايه؟ لا وانا انزل وليه؟ ما هو انا كده هدخل في عملية. حضرتك لا، قفلي لي الفراغات. مش حاجة اسمها كده. مش حاجة اسمها كده، لما يكون الناب واقف فوق الجذور أو ما بين الجذور، الناب دوت على حسب زاويه ميله، لو زاويه ميله في اتجاه تحت يبقى احنا خلاص هننزله، لو هو بالعرض لا مش هينفع ننزله، دوت خلاص كده للاسف هنضطر ان احنا نخلعه. وهنخلعه ازاي؟ نخلعه بعمليه. طيب انا مصادفه من كام يوم بس ما جبتش معايا الاشعه، ضرس بالعكس او سنه اماميه بالعكس، يعني الجدر بتاعها هو اللي هينزل، هو اللي في اتجاه تحت، والطربوش بتاع السنه شخصيا جوه المراخير، ده قصه تانية خالص. فكل حاجه ليها العلاج بتاعها، بس نعمل اشعه. طيب لو ما طلعش في مشكله في الاشعه ممكن نعمل تقويم، يبقى نحمد ربنا ما نقولش ان احنا عملنا اشعه عليه، ده في حد ذاته تقدم هايل، ان احنا ضمننا ان انت ما عندكش مشكله. ضيفتي العزيزه الاستاذ دكتور اسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان بكليه الطب، وماجستير جراحات الفم والاسنان من كلية الطب، وعضو الجمعية الأمريكية لزراعة الأسنان. نورتي. ميرسي يا دكتور أيمن. خليكم معانا مع الناس الحلوة.